أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور بن محمد قرقاش أن انتقاد الإعلام الإيراني لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى السعودية يؤكد ضرورة الاستمرار في الانفتاح على العراق. قرقاش أشاد بدور الرياض في التواصل العربي والانفتاح على العراق، مبينا أن التواصل ضروري ودور السعودية محوري في مرحلة ما بعد داعش، مبينا أنه رغم صعوبة الوضع في العراق إلا أنه لن يستعصي أمام توجه مشترك يدعم استقرار وازدهار البلاد.